بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما زال حديثنا موصولا مع سورة كريمة هي سورة فاطر، وكانت الآيات التي ذكرناها قبل ذلك كلها تتحدث عن الأدلة على وحدانية الله عز وجل، وتتحدث عن جانب من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده. وقلنا إن هذه السورة الكريمة اشتملت على عدة نداءات للناس. كان النداء الأول: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وكان النداء الثاني: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم جاء النداء الثالث بعد أن ذكر القرآن الكريم ألوان من النعم وألوان من الأدلة على وحدانية الله، جاء النداء الثالث. فماذا قال الله عز وجل فيه؟ قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ما صلة هذه الآيات الكريمة وما بعدها بتلك الآيات السابقة التي ذكرت ما ذكرت من الأدلة على وحدانية الله وعلى أن الله قد أوجد لعباده نعما لا تحصى؟ الصلة أن الأمر وجه الله عز وجل إلى الناس نداء ثالثا، والنداء من المعروف في اللغة العربية، النداء المقصود به إيه يا أخوانا؟ التنبيه. أنا عندما أنادي طالب: أيها الطالب، أيها الرجل، أيتها المرأة، نقصد إيه؟ التنبيه إلى شيء معين. فالنداء هنا للتنبيه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. نداء منه سبحانه للناس يعرفهم بحقيقة إيه؟ أمرهم، وأنهم لا غنى لهم عن خالقهم عز وجل. يبقى المعنى: يا أيها الناس أنتم المحتاجون إلى الله، والله عز وجل في غنى عنكم. مش كده برضه؟ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. دي حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة.
يا أيها الناس أنتم المحتاجون إلى الله في كل شؤونكم الدنيوية والأخروية، والله عز وجل وحده، والله عز وجل وحده هو الغني عن كل مخلوق، هو الغني عن كل مخلوق، يطعم ولا يطعم، مش كده برضه؟ يطعم يعطي ولا يأخذ من، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله ايه؟ التقوى. يعني الله عز وجل لا يأكل معكم من ذبائحكم، لكن الذي يصل إلى الله إيه؟ تقواكم أنتم، عملكم الصالح. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. يعني الذي يصل إلى الله هو إيه؟ عملكم الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني عن كل مخلوق سواه، وهو الحميد. الحميد هنا بمعنى المحمود المشكور من عباده العقلاء الصالحين، المحمود من جميع الموجودات، لأنه هو خالق كل شيء، والموجد لكل شيء، المحمود من جميع المخلوقات ومن جميع الموجودات، لأنه هو الخالق لكل شيء، وهو المنعم عليكم وعلى غيركم بالنعم التي لا تحصى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. هنا نجد بعض المفسرين الذين رزقهم الله عز وجل الفهم السليم والعقل الراجح، كالإمام الزمخشري رحمه الله صاحب الكشاف، عندما فسر هذه الآية يقول كلاما نفيسا طويلا، خلاصته يقول رحمه الله: فإن قلت أيها الطالب اللي بتقرأ القرآن، فإن قلت لما عرف الفقراء؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء، ده بمعرف بإيه؟ بالألف واللام. لما عرف الفقراء؟ قلت، دايما هو يقول فإن قلت، أنت أيها السائل، قلت أنا اللي هو مفسر اللي هو الإمام الزمخشري رحمه الله، قلت قصد بذلك أن يريهم أنه لشدة افتقارهم إليه، هم جنس الفقراء، يعني الفقراء كثيرون، ومن جنسهم مين؟ بني آدم، الناس، من ذكر ومن أنثى. وإن كانت الخلائق جميعا الكل مفتقر إلى مين؟ إلى الله عز وجل، إلا أن الإنسان هو الذي جعل هذا الكون مسخر لخدمته، مش كده برضه؟ وسخر لكم السماوات والأرض، وهكذا، يعني جعل الكون، الشمس مسخر لخدمة الإنسان، القمر مسخر لخدمة الإنسان، الليل مسخر لخدمة الإنسان، الأنعام مسخرة لخدمة الإنسان، الطيور مسخرة لخدمة الإنسان. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقوله سبحانه:
إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يبقى هذه الآية الكريمة بيان لمظهر آخر من مظاهر قدرة الله عز وجل ومن مظاهر رحمته بعباده، أي إن يشأ يهلككم ويزيلكم من هذا الوجود ويأتي بأقوام آخرين سواكم، فوجودكم في هذه الحياة متوقف على أي شيء؟ وجودنا في هذه الحياة متوقف على أي شيء؟ على إرادة الله عز وجل وعلى مشيئته، على إرادة الله عز وجل وعلى مشيئته. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ذلك اللي هو ايه يا اخوانا؟ اسم الاشارة ده يعود الى ايه؟ يعود الى الاذهاب. مش بيقول القرآن ان يشأ يذهبكم يهلككم، مش كده؟ ويأتي بخلق، وما ذلك اللي هو الاهلاك والاذهاب والازالة والاتيان بسوانا، وما ذلك على الله بإيه؟ والمراد بقوله بعزيز هنا يعني إيه؟ معنى آخر. وما ذلك على الله بعزيز، أي ليس إهلاككم أو ذهابكم بصعب على الله. فالمقصود بعزيز هنا معنى عسير، يعني إهلاككم وإزالتكم سهلة على الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشق عليه شيء ولا يتعصى عليه شيء. فمعنى وما ذلك على الله بعزيز، أي إهلاككم ليس صعبا على الله. واسم الإشارة في قوله عز وجل وما ذلك على الله بعزيز، يعود على الإذهاب بهم والإتيان بغيرهم، ويكون المعنى وما ذلك الذي ذكرناه لكم من إهلاككم والإتيان بإيه؟ بغيركم. ما ذلك الإهلاك وما ذلك الإيجاد بغيركم على الله بعسير، لأن كل شيء بالنسبة لقدرة الله إيه؟ سهل يسير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما ذلك على الله بعزيز، أي وما ذلك الذي ذكرناه لكم من إفنائكم والإتيان بغيركم بعزيز، أي ليس بصعب وليس بعسير وليس بممتنع على الله عز وجل، لأن قدرة الله عز وجل لا يعجزها شيء. وما ذلك على الله بعزيز. ثم انتقلت الآيات الكريمة، انتقلت السورة الكريمة إلى بيان أن كل نفس تتحمل مسؤولية أقوالها وأعمالها. كل نفس تتحمل مسؤوليتها ونتائج أقوالها ونتائج أعمالها. وهذا المعنى تكرر في القرآن الكريم في عشرات المواضع، منها هذا الموضع ولا تزر وازرة وزر إيه؟ أخرى. تزر من ايه؟ مأخوذ الفعل ده من ايه؟ من الوزر، بمعنى ايه؟ الحمل، بمعنى الحمل. ويبقى معنى الجملة الكريمة ولا تحمل نفس حمل نفس اخرى، وكل انسان ألزمناه ايه؟ طائره في عنقه.
مش كده؟ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ثم تأتي النتيجة: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل امرئ منهم في هذا اليوم يوم شأن يغنيه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي ولا تحمل نفس حمل إيه أخرى. وازرة يبقى وازرة، ولا تزر وازرة يبقى وازرة، دي صفة إيه؟ صفة لموصوف محذوف، مش كده برضه؟ ولا تزر وازرة صفة لموصوف محذوف، أي ولا تحمل نفس آثمة حمل نفس أخرى. يبقى وازرة دي إيه؟ صفة لإيه؟ لموصوف محذوف. ويبقى تقدير الكلام: ولا تستطيع نفس آثمة، وازرة بمعنى إيه؟ سيئة أو مسيئة. لا تستطيع نفس مسيئة أن تحمل حمل نفس إيه؟ أخرى. ولا تزر ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى، وإنما كل نفس مسؤولة وحدها عن أقوالها وعن أفعالها، أليس كذلك؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. تأتي الجملة الثانية: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وإن تدعو مثقلة إلى حملها وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. برضه نأتي إلى الصفة والموصوف. لا تأتي مثقلة يعني نفس مثقلة، ويبقى معنى الجملة إيه؟ إجمال معنى الجملة إيه؟ يعني لو أن نفسا آثمة ونادت نفس تانية، هذه النفس التانية هي أبوها أو أمها أو إيه أو أقاربها، وقالت لهم: يا جم يا أبي يا أمي يا قريبي ساعدني. هو نفس مثقلة يعني نفس مثقلة بالذنوب، واخدين بالكم؟ وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل من حملها إيه شيء ولو كان اللي بتدعوه النفس الآثمة قريب لها. هذه معنى ولو كان إيه ذا قربة. وإن تدعو مثقلة إلى حملها، وقوله عز وجل مثقلة صفة لموصوف محذوف، والتقدير: وإن تدعو نفس مثقلة بالذنوب غيرها، لا تملك هذه النفس اللي هي بنشدها المساعدة، لا تستطيع ولو كانت إيه أب أو أم أو قريب ولو كان ذا قربة. والمعنى الإجمالي: لا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى، وأن تطلب نفس مثقلة بالذنوب من نفس أخرى أن تحمل عنها شيئا ولو كانت تلك النفس اللي هي بناشدها أن تساعد هي إيه قريبة لي. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. نسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن كل سوء وأن يقربنا إلى كل خير، وأن يجعل أقوالنا صالحة وأعمالنا صالحة، وأن يجعلنا جميعا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.